وصلنا الآن إلى فقرة ضيف. الانتخابات محطة سياسية وإعلامية بامتياز، بهذه القناعة صدر عن المجلس الوطني للصحافة ما يمكن اعتباره أول دليل مهني للصحفيين بغية تغطية الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وفق قواعد إخلاقية وميثاق مرجعي في تداول المعلومات قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع. عن هذا الإصدار وأهميته ووظائف الصحفي المهني في المتابعة والمواكبة نستضيف الخبير في شؤون الثقافية والإعلامية دكتور سعيد كوبري. تحية طيبة لك دكتور سعيد. بداية، ما هي القيمة المعرفية والمفاتيح المهنية التي يخولها هذا الإصدار الجديد؟ يعني الانتخابات هي لحظة جامعة بين السياسيين والمواطنين ووسائل الإعلام، هل يمكن اعتبار هذا الدليل مؤشرا على نضج التجربة الديمقراطية المغربية؟ مساء الخير أستاذ أنس. يمكن القول أن هذا المؤلف، هذا الإصدار الذي يمهره براقي حبره ومعرفته وكفاءته الأستاذ عبد الوهاب الرامي، سيكون لا محالة أرضية مهنية للإعلاميين والصحفيين في متابعة ومواكبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. نحن نعلم بأن نزاهة الانتخابات الجزء الأكبر والأوفر فيها هي نزاهة وسائل الإعلام، وهذه قاعدة مثلى في الديمقراطيات العريقة. نعلم كذلك بأن اللحظة الانتخابية أو موعد الانتخابات هو مساءلة سياسية لصناع القرار ومن أجل خيارات مجتمعية من خلالها يمكن تغيير السياسات غير الناجعة بل الفاشلة والفاسدة، ومن ثم فوسائل الإعلام تكون لها المحك الحقيقي أو التمرين والامتحان الحقيقي لتكريس مصداقيتها بل لتكريس سلطتها الرابعة. من هنا يمكن القول أن هذا الإصدار الخاص بالمجلس الوطني للصحافة الذي أشرف عليه الخبير الأستاذ عبد الوهاب الرامي بمنهجية أكاديمية جامعية ولكن تعطي المفاتيح في القراءة في المتابعة، ستمكن الإعلاميين من الكثير من أجل متابعة نزيهة شفافة محايدة موضوعية، وهذه هي في هذا السياق. نعم في هذا السياق دكتور سعيد، فالدليل أيضا يبرز مسؤولية ووظائف وسائل الإعلام في إنجاح العمليات الانتخابية من خلال كما ذكرت النزاهة المفترضة في الصحفي المهني. نعم، بدون شك هذه القواعد والأبجديات الأولى التي تلقن للطلبة الوافدين على المعاهد المتخصصة في الإعلام والصحافة، لكن تركني أقول بأن إذا كانت لحظة انتخابات هي لحظة حاسمة في تبيان مدى ملائمة الخطاب السياسي للمسار الديمقراطي الذي نبتغيه، نفس الشيء ينطبق كذلك على وسائل الإعلام والاتصال، خاصة اليوم نحن أمام حوامل ومنصات إعلامية جديدة خاصة منها الاجتماعية. يمكن القول أن الحوامل السمعية البصرية الإعلام العمومي وبرمته يحتكم إلى منهجية العمل وإلى مواصفات ومعايير وشروط الهيئة العليا للسمع البصري منذ 2002-2003، يمكن القول أنها هي المشرفة على كل الأعطاب والانزياحات أو الخروقات في هذا المجال. يبقى بالنسبة لباقي وسائل الإعلام يمكن القول أن هذا الدليل سيكون تحصين أساسي للإعلاميين من الانزلاق في متابعته ومواكبته قبل وأثناء وبعد الاقتراع أو هذه الديمقراطية التمثيلية. ولذلك فالأستاذ عبد الوهاب الرامي استطاع من خلال أربعة محاور أربعة أبواب أن يقدم للقارئ المهني الإعلامي مفاتيح كبرى. أولاً وظائف وسائل الإعلام في مجال التحفيز و تمكين المواطن أو الرأي العام من أهمية الانتخابات كحافز أساسي للديمقراطية، للاقتراع الحر، للتعبير الحر، للتنمية وللتحديث. كذلك التغطية الصحفية من خلال مرجعيات
قانونية على المستوى التشريعي من خلال مراسيم، ولكن من خلال ثقافة عامة، ثقافة سياسية يدركها الصحفي. كذلك يمكن الحديث عن أخلاقيات المهنة أو ما يسمى بمدونة السلوك في متابعة ومواكبة هذا الموعد الذي يمكن القول أنه رهان أساسي وخيار أساسي. نعم. لإفراز نخب جديدة لتدبير وكذلك لتخمين سياسات عمومية من أجل الخدمة العمومية والمصالح العامة. وفي هذا السياق دكتور سعيد، ابتداء من ترشيحات إلى الحملة الانتخابية وإعلان نتائج التصويت، وظائف متعددة تسند إلى الصحفي المهني وتحتم عليه الوعي بمسؤوليته في تشكيل الرأي العام بحياد لنقل. نعم، وهنا يمكن القول أننا اليوم أمام امتحان جديد لوسائل الإعلام المغربية، خاصة وأنتم أسلفتم الإشارة إلى نضج التجربة الديمقراطية المغربية على مستوى القوانين، على مستوى التشريعات، فهي راقية في المنطقة ككل، على مستوى تحيين القوانين منذ 2015 وهناك مدونة الانتخابات. نفس الأمر ينطبق على وسائل الإعلام، وخاصة أمام هذا الضيف الجديد التكنولوجي. منذ الانتخابات السالفة منذ 6 سنوات لم يكن الحضور مكثف بهذا الزخم الملحوظ الذي نرصده صباح مساء. لذلك فالإعلام من خلال هذا الدليل سيتبين كيف يكون مستقلا في متابعته، محايدا، منصفا، موضوعيا ودقيقا في نقل المعلومة والخبر، خاصة أمام هذا الحامل الرقمي الذي يقدم معلومات، يقدم صور. وهنا تكمن أهمية هذا الدليل، لأنها تمكن الصحفي من طريقة معالجة الخبر كصورة كمعلومة ومصدر كذلك. الدكتور سعيد كوبريت الخبير في شؤون الثقافية والإعلامية كنت معنا مباشرة من طنجة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.